لما ذكر هذا السماع، سماع القرآن وعظيم أثره على القلوب، وأنه من علائم محبة القلب لله سبحانه وتعالى، قارن بين هذا السماع والسماع الشيطاني، السماع الشيطاني الذي إليه الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال غير واحد: الغنى، الغنى والمزامير واللهو، هذا صوت الشيطان، لأنه هو الذي يهيج ذلك، هو الذي يهيج ذلك، هو الذي يثيره، ومن خلاله يحرك النفوس إلى ما أراد من الفساد والمعاصي. ولهذا قيل: الغنى بريد الزنا، بريد الفواحش. فمن الناس من لا يتحرك قلبه نشوة إلا بالغنى، وإذا سمع شيئا من القرآن نفرت نفسه وانقبض، وتجد سبحان الله الآن في زماننا لما يقلب الإنسان المذياع أو الجوال، لاحظوا حركة الأصبع، المذياع والجوال لما يقلب إذا دخل على شيء فيه القرآن حرك إصبعه وانتقل منه بسرعة، وإذا دخل في شيء من هذه الأصوات التي هي أصوات الشيطان أو أصوات الموبوءة وقف، وهناك خرج بسرعة. فهذا راجع إلى شيء في القلب، هذا راجع إلى شيء في القلب يحتاج إلى مداواة ومعالجة. فإن وفق لعلاج هذا الذي في القلب لم يجد شيئا ألذ من كلام الله سبحانه وتعالى والتلذذ بسماع خطابه سبحانه وتعالى.